السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد أبوشار من lulu.com. اليوم أول حلقة من حلقات تعليم رسم الكرتون، رح نتعلم مع بعض بطريقة ممتعة وسهلة وبسيطة. يلا نبدأ. اليوم راح نغطي بدايات التعليم من تحريك ورسم الكرتون. ما راح نشرح عن أي برنامج في هذه الحلقة، بس هنجيب المقدمة بشكل عام عن الأدوات والبرامج اللي راح نستخدمها. طبعا خلينا نتفق معاكم، مدة التعليم ما راح تزيد عن 5 دقائق في كل الحلقات، وراح نحاول ننزل حلقات أول بأول. طيب خلينا نتكلم او نعرف نتكلم عن الاشياء لازم تكون عندك قبل ما نبدا كل السلسله. لازم يكون عندك 3 حاجات: الوقت، طبعا كلنا عارفين الوقت، يعني في حدا مش عارف الوقت؟ الصبر، هاي الصبر والادوات. بالنسبه للادوات خلينا نتكلم عن نوعين من الادوات: البرامج المستخدمه، هذا 1. 2، أدوات الرسم. طيب بالنسبة للبرامج اللي راح نستخدمها في تعليم أو في السلسلة التعليمية اللي احنا شغالين عليها الحين، هو الفلاش CS6. طبعا احنا كل المعلومات راح نكتبها في الديسكريبشن تحت عشان اللي ما يقدر ياخذ الأسماء، ومع الروابط تبعت كل برنامج وكل معلومة راح نقولها راح نكتبها تحت. ولازم نعرف انه في برامج تانية لتحريك الكرتون زي التوم بوم انيميتور وانيمي ستوديو. ليش اخترنا برنامج فلاش؟ لانه برنامج الاقدم فيهم والاسهل بالنسبة لي وسهل تعليمه، والكمية المواد التعليمية موجودة في الانترنت كبيرة. الأدوات اللي راح نستخدمها في الرسم، راح نستخدم جهاز كمبيوتر أو لابتوب، يعني ما راح نستخدم ورقة وقلم وتحريك القديم اللي هو اللي كان مستخدم مع الموضوع الفريم باي فريم بالورق. بالنسبة للوحة الرسم، أنا عن نفسي بستخدم واكوم انتيوس 5 برو. الحجم صغير، في حجم كبير، في حجم وسط، في حجم صغير. الافضل انك تستخدم يا الحجم الوسط او الحجم الصغير، لانه الحجم الكبير جربته انا مرات عانيت صراحه. بهيك حلقتنا انتهت، وانا مستني اي تعليقاتكم تحت واسئلتكم عن الحلقه في الكومنتات اللي تحت، ولا تنسوا تعملون لنا لايك، سبسكرايب وشير. نشوفكم الحلقه الجايه، مع السلامه.